المقاومة اليمنية مدعومة بقوات التحالف تعلن قطع خطوط الإمداد عن الحوثيين في الحديدة والاستعداد لساعة الصفر لتحرير المحافظة الاستراتيجية من قبضة الميليشيا الإيرانية. الحديدة هي منفذ تهريب السلاح الإيراني للحوثيين وبوابة العاصمة اليمنية صنعاء. تحرير الحديدة يعني شل قدرات الحوثيين وغلق آخر منفذ بحري لها للتزود بالأسلحة الإيرانية، فتح الطريق لتدفق المساعدات إلى اليمنيين الذين تفاقمت معاناتهم الإنسانية تحت حكم الحوثي، تمهيد الطريق لاستعادة العاصمة، حماية الملاحة الدولية وتأمين باب المندب الاستراتيجي. القوات المشاركة في العملية العسكرية هي المقاومة الوطنية بقيادة العميد طارق صالح وألوية العمالقة والمقاومة التهامية، وإسناد من القوات المسلحة الإماراتية العاملة ضمن التحالف العربي بقيادة السعودية.